هاي اليوم رح نكون عم نشتغل البوش جروب ماسل، يعني نحن وين وي بوش نكون عم نشغل هول العضلات، بس نشتغل هول العضلات مع بعضهم نكون عم ناخذ افشنسي اكثر وبناخذ نتيجه اكثر بالتمرين. بوش جروب ماسل هن التشست شولدرز والترايسبس، هول ثلاث اكزرسيسات او ثلاث عضلات رح نكون عم نشتغلهم سوا. رح نشتغل تقريبا لكل عضله 3 إلى 4 اكزرسيسات. ليتس ستارت. اول شيء خلينا نبلش بالشولدرز. رح نكون عم نستعمل البوش اب بورد والالاستيك باند والدمبلز بنفس الوقت اكيد. ليتس ستارت اول شيء بالشولدرز. بستعمل الالاستيك باند. رح نكون عم نشتغل الفرونت ريز، الجسم بده يكون بهيدا الشكل. بعلق الالاستيك باند قدام وجهي وبنزل 1 2 3 4 5. اكيد اذا كنت عم بحس الالاستيك باند هين بقدر شده، وكل ما شده كأنه عم بحط وزن اكثر. 8 9 and 10. اخذ 5 second rest. سو بلشنا اول شيء بالفرونت ريز، شغلنا العضله الاماميه بالكتف. هلا بدنا نشتغل اللاترال ريز. اللاترال ريز يعني الجنب تبع الكتف او العضله اللي على جنب الكتف. 2 1. كمان رح نضلنا بالالاستيك باند. ايدي حد جسمي بهذا الشكل ستريت هاندز، عم بطلع تقريبا لحد وجهي وبنزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 5 second rest. اشتغلنا front raise، اشتغلنا lateral raise يعني الجنب. هلا بدنا نشتغل البريس. اوكي خلينا نشتغل البريس باستعمال دمبلز. كنا عم نبدل شوي بالاكزرسيسات. سو الدمبلز بدهم يكونوا حد وجهي او حد دانتي بهيدا الشكل. عم بطلع لفوق وبنزل برجع لحد ديني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 5 second rest. So اشتغلنا البريس، اشتغلنا الفرونت lateral raise. هلا اخر حركة رح نشتغلها هي للبوستيريور بارت بالكتف او العضلة الخلفية بالكتف. اوكي 2 1. اوكي تقدر سيب العضلة الخلفية، بدي ضب جسمي بهيدا الشكل، ظهري بده يكون جالس، ممنوع يتعش ظهري تأحمي حالي من الإصابة. إيدي ممدودين بهيدا الشكل، عم بفتح لورا وبنزل 1 2. ظهر جالس 3 4 5 6 7 8 9 and 10. سو اشتغلنا فرونت لاترال بريس وبوستيريور، شغلنا كل عضلات الكتف. خلينا نبلش بالتشست. اوكي تاشتغل التشست كنا عم نشتغلها بالدمبلز. سو اوكي سو بستعمل الدمبلز. ايدي بيكونوا بمستوى كعب صدري، عم بطلع بعمل روتيشن، ببرم ايدي بهيدا الشكل وبنزل سيم بوزيشن اللي هي على كعب صدري. سو 1 2 3 4. بجرب ما دق كواعي بالارض. 5 6. عم انزل 90 ديجري بالزياده. 8 9 and 10. 5 second rest. So بلشنا بالبريس، chest press. 2 1. اوكي هلا
بدي اجمع الدمبلز بهيدا الشكل لون مجموعين وعم بنزل بالايدتين على نص صدري then I push لفوق and I squeeze my chest بس اطلع لفوق 1 2 3 4 5 كثير مهمة انه بس صير فوق شد بصدري كون عم بعطي تنشن اكثر 8 9 and 10 5 second rest هلا بدنا نشتغل الفلايز chest fly اوكي هلا التن مجموعين بهذا الشكل مقابل صدري بطعج شوي كوي ما كثير وكل الاكزرسيس بضلني على نفس الطعجه ما لازم لا اطعج اكثر ولا افتح اكثر سو وعم بفتح دمبلز قد ما في بلا ما دق بالارض وبطلع اكيد اللي عنده كرسي عالي او بانك عالي بيقدر ينزل فيها اكثر وعم بياخذ نتيجه احسن 3 4 5 6 7 8 9 and 10 5 second rest هلا بدنا نشتغل البول اوفر البول اوفر هي بتشغل لي الابر بارت بالتشست او العضله الاعلى عضله بالتشست تشتغل البول اوفر بحاجه لدمبلز واحد بتحمل دمبلز بهيدا الشكل عم بنزل لورا قد ما فيي بجرب مدق بالارض وبطلع 1 2 3 4 برجع بالدمبلز على مقابل صدري ما بنزل اكثر 5 6 7 8 9 and 10 5 second rest هلا بدنا نشتغل اخر حركه صدر قبل ما نبلش بالترايسبس 2 1 اوكي هلا بدنا نشتغل الديكلاين تشست او نشتغل العضله او عضله بالصدر تقدر سيب هيدي العضله بحاجه نكون نعمل ديكلاين بوزيشن تعمل ديكلاين بوزيشن بعلق اجريي بهيدا الشكل دمبلز على كعب صدري عم بنزل لتحت كعب صدري وبطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 سو كون اشتغلنا نحن تقريبا كل عضلات الصدر upper lower middle flies اشتغلنا كل العضلات هلا خلينا نبلش نشتغل بالترايسبس اوكي اول حركه ترايسبس رح اشتغلها بالدمبلز ايدي بهيدا الشكل عم بنزل بالايدتين لحد وجهي قد ما فيي بنزل برجع بفتح ايدي على الاخر بس اطلع لفوق بكون عم بعمل فول اكستنشن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 5 second rest قبل ما نبلش بتاني حركة ترايسبس اوكي ثاني حركة ترايسبس رح نشتغلها كل ايد لوحدها كمان بدي هاد الدمبلز بهيدا الشكل عم بنزل لتحت وجهي بشوي وبطلع 1 كمان فول اكستنشن بسكر ايدي على الواطي على الاخر وبفتحها على الاخر فوق 2 3 4 5 6 7 8 كوعي ثابت 9 and 10 تاني ايد ثبت كوعي بس عم بنزل بايدي تعزل الترايسبس تبعي 1 2 3 4 5
6 7 8 9 and 10. 5 seconds rest. اوكي هلا رح نعمل اخر حركه ترايسبس هيدي السيشن لليوم. بحاجه لدمبلز واحد، بدي احمل دمبلز حطه ورا راسي بهيدا الشكل وبنزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. اوكي سو اليوم رح نكون اشتغلنا البوش جروب ماسل، اشتغلنا تشيست شولدرز وترايسبس. هاي السيشن كثير مهمه، اعدوها بالبيت قد ما فيكم، وانا بقول لكم ستي هيلثي ستي سيف، بشوفكم بنكست سيشن. باي.